لما رجع نهاد فجأة طربة ويضل هنيك مكانه، واليوم بيخلص الشغل يلي ضلوا بيرجع. منيح. أنا برأيي لازم تكثف جهودك للشغل يلي بالمجموعة مهند، يعني مشان تخفف التقل عن عمك شوي. أوه، مشان يكون مثله لازم يأكل ربطة خبز كل يوم، هيك بيقول عم سليمان. صحتين وهنا. عقلبك المدموزه ليش ما اجت لهلا؟ بعد كلامك امبارح ما بستغرب اذا ما اجت بنوب. ليش انا شو حكيت؟ قلت انه ما بدي اسف على البيانو. قهرتي يا ما بيصير تقولي هيك. ما حدا في يجبرني اعمل الشغلات اللي ما بدي اياها. بس هيك. منيح. صباح الخير. صباح النور. أنا رايحة. نهاد طالع بيسان على البيت وقال لازم يروح على الشغل، وأروى خانم عنده كم شغلة لازم تعملهم، بقى أنا رايحة لعند بيسان لبين ما ترجع أروى خانم. لا تتعب حالها، خليها ترتاح. مشان هيك أنا رايحة. ورجيني شو هاد يلي برقبتك؟ من وين طلعت هاي؟ كنت شاريته من زمان وحاطته بالدرج، الصبح شفته قام حطيته. مو لابق لك. غير هيك مانو شيك بنوب. برأيي كتير شيك وبينلبس مع كل تيابي. خلاص سمر، نحن مانا متعودين نشوف عليك هيك شغلات بسيطة بنوب. لا تدافعي عن شغلة ما لمزوقة أخدتيها بالغلط. أنا اشتريته وحاببته ورح ألبسه، وأنا كتير عجبني. كلك ذوق. ماشي الحال، تمتعي فيه يومين وبعدين بترميه بدرجك مثل الشغلات التانية، تنسيه هنيك وبيمشي الحال. يلا بخاطركم. ما بدك تسوقي سيارتك ما هيك؟ لا بقى تقولي لي هذا الشيك لما طلعت لبرا. ما رح سوق سيارة حتى رجع شهادة سواقتي، فهمنا؟ ليش عم تعصبي يا روحي؟ حاكيتك بهدوء. وأنا طالع، إذا بتحبي بوصلك. عن جد؟ طبعا. أصبح يلا بسرعة. دخيلك لا تتواجه مع نهاد بلا ما تعمل لنا مشكلة كمان. إيه بلا ما تنزعج من على بكرة الصبح. لا تخافوا، ما بيصير شي، رح جيب المفتاح وإجي. ماشي، رح استناك تحت. ماشي. أنساني هال، حكي مع لميس خانم بعد ما تخلصي فطورك. ماشي بحاكيها. إيه بس لميس خانم هون. ليش إجيت؟ بغرفة الموسيقى، قال منتظرتك هونيك. طيب بعد شوي بنزل. ظاهر إنها رح تظل غطلك. يا ريتني أنا كمان هربت مثل مهند. تعرفي مالك خلاص. يلا روحي، خليها تحكي شو ما بدها ولا تشغلي بالك. احتمال كبير رح تفتح موضوع مهند، لا تناقشيها بلا ما يصير زعل. اسمعي وقولي لا. ايه مين ما حكى يحكي، هالشي بالنهاية رح يصير. ومشان هيك لا تنزعي وضعك مع حدا بنوب، خلي كل شي ينحل بهدوء.